يا من يرى صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير 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 كتير. ان شاء الله النهارده كده الفيديو بتاعنا هيبقى يعجبكم، والحاجه اللي انا جايباها طبعا هتعجبكم. طبعا ده اول فيديو لتجهيزات رمضان. ان شاء الله ربنا كده يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير. ان شاء الله كده المشتريات اللي انا جايباها كانت تعجبكم. ما تنسوش بقى قبل ما نسمي اللو ونشوف المشتريات بتاعتنا والحاجه بتاعتنا، ما تنسوش تحطوا لي بقى الاحتياجات بتاعتي، تحطوا لي لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتي. ويلا بينا بقى نسمي اللو ونشوف احنا جايبين ايه النهارده. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هوريها معاكم، انا جايبه الصينيه دي. الصينيه ديت بلاستيك من شركه الوطنيه. دي عامله 40 جنيه. سعرها حلو جدا وخامتها نظيفه، بصوا خامتها. فدي انا جايباها هعمل بيها ديكور كده لرمضان ان شاء الله كده يعجبكم. وبجد يعني الديكور اللي انا هعمله فيها هيعجبكم جدا، لاني انا شفته بره فغالي جدا، يعني سعره غالي قوي 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 قوي. فطبعا دي سعرها 40 جنيه، فبالنسبه للي انا هعمله السعر بتاعها مش حاجه. طبعا دي اول حاجه جبتها. طبعا الحاجه دي كلها انا مش جايباها مره واحده، عشان الناس تقولك انا مش معايا انزل اجهز لرمضان مره واحده، مش امكانياتي، مش لا، انا كنت كل ما انزل اجيب حاجه وعجبتني او اركنها لغايه ما بجمع الحاجه كلها اللي انا محتاجاها في شهر رمضان. طبعا اول حاجه احنا بنحتاجها كلنا اول ما يجي شهر رمضان بنقول بنفكر في المطبخ. طبعا جبت طقم التوابل ده، طبعا تعرفين انا من عشاق طقم التوابل. فالطقم ده عجبني قوي، وسعره حلو جدا. سعره كان 30 جنيه، بصوا عامل ازاي جواه المعلقه بتاعته. كان في منه الاكليريك، بس قلت لو جبته ممكن يقع مني هيتكسر مش هيستحمل، فلقيت دوت بالنسبه لي احسن وارخص كمان بكتير. والتاني كان 3، ده لقيته 4. والستاند بتاعه جميل قوي، بصوا بص الستاند بتاعه خامته نظيفه جدا، يعني من البلاستيك اللي خامته نظيفه. ده كله عامل 30 جنيه، يعني سعره حلو جدا ومناسب. وكمان جبت القالب بتاع الكيكه ده، بصوا برضو الخامه بتاعته نظيفه جدا، يعني مش عارفه بصراحه خامته ايه بالظبط، بس هو شبه الجرانيت. وداخل فيه برضو ألمونيا، فخامته حلوة. ده عامل 80 جنيه، حلو قوي. ما لقيتش الحجم الأكبر، كنت عايزة أجيب الأكبر من كده بس ما لقيتش غير الحجم دوت. جبت دي برضو كانت عاملة 10 جنيه، اهي دي اذا بحتاجها ساعات في اللحوم في الفراخ لما باخدها، عاوزة اخلي شريحة الفراخ رفيعة ما كانتش عندي. ودي كمان جبتها، دي عاملة 20 جنيه. دي جبتها ممكن تعملي فيها كيك في الفرنة، وممكن تستخدميها كقالب للرز كده، تحطي فيه الرز وتنزليه.
فحلو قوي. لقيت دي عامله 20، والاكبر منها الوسط كانت عامله 25، والكبيره خالص كانت عامله 30 جنيه. فبصراحه حلو قوي عجبتني، فجبت واحده بس. ان شاء الله كده كل منزل هجيب الاحجام بتاعته، يعني كل منزل هشتري واحد من الاحجام بتاعته، فعشان يبقى عندي 3 احجام موجودين معايا ومتوفرين عندي. ده كان عامل 20 زي ما قلت لكم. هنا بقى جبت الفوط بتاعت المطبخ دي، بجد بقى الفوط دي جميلة قوي. يعني انا جبت 2 منها اهي، دي كانت عاملة 10 جنيه، كنت جايبة 2، بتهيألي انا كنت مصورة طلعت واحدة منهم وانا بصور لكم الفيديو بتاع العجين المرة اللي فاتت، فكنت مطلعة واحدة جديدة منهم. كانت لونها ازرق، فدي بصوا خامتها نظيفة قوي وناعمة جدا 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 وحلوة قوي، ممكن تستخدميها في تنشيف الايدين، في تنمية الترابيزات، الحاجات دي الخامة بتاعتها نظيفة جدا. هنا بقى جبت الكسترات دي كده، بصوا تحسي ان هي الالوان الخشبية كده، فدي كان الواحد عامل 10 جنيه، فبجد حلوين قوي. دي بحط عليهم مثلا الاطباق، ممكن تحط على السفرة لو جايبة كذا واحد، هتحطي عليها الاطباق السخنة، هتحطيها كديكور، حلوة قوي قوي، شكلها جميل قوي يعني، وسعرها حلو. اخر حاجة بقى برضو كنت جايبه الكوسترات دي، بصوا شكلها حلو قوي ازاي، شكلها جميل. دي كنت جايباها ب5 جنيه، كانوا كلهم كده مجموعة على بعض، فيهم 1 2 3 4 5، دي 5، وطلعت واحدة فيهم 6 سكوترات عاملين 5 جنيه. فدي كنت جايباها ممكن وانتي بتحطي كوباية شاي حاجة، عشان لو كوباية شاي فيها مية ولا حاجة من تحت بتحطيها، تبقى حلوة قوي في التقديم، ممكن تحطيها على صينية تقديم للشاي، فحلوين شكلهم شيك او كيوت وجمال قوي، عجبوني وسعرهم حلو جدا، يعني 5 جنيه مش حاجة. وهنا بقى التلات المعالق الخشب دولت جايباهم ب15 جنيه، مش عارفه مش فاكره، ولا ب20 جنيه بصراحه، عشان انا كنت جايباهم زي ما قلت لكم، جايبه الحاجات دي من بدري، يعني كنت كل ما انزل اجيب حاجه، فعاملين 20 او 15 في حدود السعر ده. برضو حلوين قوي ومحتاجاهم. هنا بقى دي الحاجات، وفي المج ده كنت جايبه منه 2، الواحد ب20 جنيه، جايبه منه 2، حلو قوي يعني، انا بحبه يعني، اما شفته عجبني، عامل زي بتاع المعصره كده للعصاير، فجبت 2. ودي بقى بتاع الكيوت الحلوه دي، دي المبخره دي جميله جدا جدا، دي كان سعرها عامل 50 جنيه اهي. دي بقى كنت جايباها، دي يعني انا مش عارفه هي عباره عن ايه، يعني تحسي كده اني خامتها، بس يعني مش عارفه لها يعني ايه نوع ايه بالظبط، بس حلوه قوي، عامله زي البورسلين كده. دي كانت عامله 50 جنيه زي ما قلت لكم. دي كانت من على جروب على الفيس اسمه تفانين، كان حلوة قوي بجد، وكنت عايزاها، كنت بدور عليها فلقيتها، فلما طلبتها كانت عاملة 50، فحلوة قوي وكيوت وشكلها عاجبني قوي قوي قوي. ان شاء الله ناوية اعمل واحدة زيها، بس خشب، هعملها بالديكور الخشبي، فان شاء الله هوريكم برضو هعملها ازاي معاكم. هنا بقى اوريكم بقى هنا الحاجات اللي انا هستخدمها في ديكور رمضان ان شاء الله. الخيط ده كده، ده اسمه خيط مكرمية، انا محتاجاها اعمل كده بيه حبة حاجات، هوريها لكم ان شاء الله لما نعملها مع بعض. ده بيتباع بالكيلو من عند بتاع الخردوات، فده ربع كيلو كان عامل 11 جنيه، كان عامل 11 جنيه، حلو قوي، بصوا كمية كبيرة جدا. روحوا قولوا انا عايزة في منه جميع الالوان، يعني اي لون تحبيه هتلاقيه، انا كنت انا عايزة الدرجات دي، فعشان كده جبت الدرجات الغامقة دي. هنا
يعني كان ده خيط الخيش دوت اللي هو العريض شوية، ده عامل المتر عامل 2 جنيه، دولت 3 متر انا جبتهم ب6 جنيه اهم. هعمل برضو بيهم حاجات كده، هشتغل بيهم ان شاء الله، هوريكم الديكورات اللي انا بشتغلها بالخيش. طبعا وريتكم قبل كده كنت عاملة البرطمان بتاع السفرة اهو معاكم برضو بالخيش اهو، زي ما وريتكم الناس اللي شافته، في ناس شافته وفي ناس لأ. ده برضو كان بشغل الخيش. هنا بقى دولت كانوا عاملين 10 جنيه. بقى اغلى حاجة بقى عندنا هنا في السويس يعني الورد، الورود غالية جدا جدا يعني، غالية قوي. انا ده جبتهم بالفرع، ادهم لي كلهم ب10 جنيه، واداني دي معاهم كلهم اخدتهم ب10 جنيه، يعني بتالي دي داني فوق البيعة اهي. فدوت عاملين 10 جنيه. ان شاء الله هجيب كمان لما انزل تاني، هجيب مرة تانية مجموعة زيهم تاني. وكمان الوردة دي جميلة جدا جدا وحبيتها قوي وكيوت وحلوة، برضو هعمل بيها كده ديكور جميل برضو هيعجبكم. دي كانت عاملة 15 جنيه، دي 15 جنيه، والله ما رضيش ينزل لي، يعني قلت له اديهاني ب10 جنيه، قال لي لا مش هتنفع، اديهاني ب15 جنيه. فبجد حلوة قوي، هي شكلها حلو. ان شاء الله برضو لما انزل تاني هجيب واحدة كمان، يعني كل ما هنزل هلقط واحدة لغاية ما اكمل المجموعة اللي انا عايزاها. وبكده دي المشتريات اللي انا جبتها. يا رب يكون كده الحاجة عجبتكم، يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم، وتكون المشتريات اللي انا جبتها لتجهيزات رمضان تكون اسعارها كويسة وفي متناول ايد الجميع. وزي ما قلت لكم احنا مش هنجيب الحاجة كلها مرة واحدة، كل ما تنزلي هاتي الحاجة اللي ناقصاكي ونفسك تعمليها هاتيها واركنيها، هاتي واركنيها، هتيجي قبل رمضان هتلاقي كل حاجة عندك جديدة ومغيرة في كل حاجة. ف يعني ما تقوليش ان انا لا مش معايا اجيب حاجة مرة واحدة، لا هاتي على اجزاء. ان شاء الله كده بقى ما تنسونيش تحطوا لي اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتي، واللي اول مرة يشوف القناة ما ينساش يشترك فيها ويفعل الجرس عشان توصلكم كل جديد. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السلامة.